سعيد محجوب بكري. بالنسبه لتشكيل فريق الاتحاد الزموري للخميسات، هذه محاوله في هذا الفريق تاع الزموري. هدف جميل 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 جدا، الهدف الاول والمسجل اللاعب جواد العمري بضربه مقص هوائيه جميله بديعه في هفوه من دفاع فريق النادي القنيطري. اذا هدف لاصحاب ارض، هدف مبكر ياتي في سياق دوره 14 مليئه بالاهداف. بالامس 12 هدفا اضيف الى هدف المباراه الافتتاحيه، 13 هدف في اربع مباريات، وهذا هدف اخر ينضاف الى سجل الدوره 14، وبالتالي نسير نحو رقم قياسي اللاعب رقم 14 جواد العمري، ومسجل الهدف الاول لفائده فريق الاتحاد الزموري للخميسات. نتابع الاعاده، يعني خدا وقت كامل لتهيئ الكره بالصدر وثم يعني التسديد بضربه مقاس هوائيه، ولا اجمل واحد من اجمل يعني الاهداف خلال هذه الدوره 14. نتابع الاعاده من مواقع كثيره، واشكر بطبيعه الحال الزملاء في الوحده المتنقله على هذا المجهود. قلت تشكيل فريق الاتحاد الزموري للخميسات، يونس جليل، امين صدقي، حسن بويسكار، حمزه هاشمي، منصف اعيسى، ديمبلي، مصير، جواد العمري مسجل الهدف الاول، ايوب